أرحب بكل مشتركي قناتي على اليوتيوب. معكم المهندسة الإنشائية نغم غانم وفيديو جديد، فيديو هندسي جديد. بهذا الفيديو راح نتعرف على الجسر المقلوب، شنو هو، مواصفاته، وين يمكن وضعه. لكن قبل ما نبدي بالفيديو مالتنا، أرجو أنه ما تنسون اللايك والسبسكرايب. أوكي، الجسر المقلوب يعني شنو؟ أول شيء بنشوف هاي الصورة، هو هذا الجسر الاعتيادي، هذا الجسر المتعارف عليه بالشغل، يسمى جسر ساقط. يعني شلون ساقط؟ يعني نازل تحت السقف. هذا عندنا السقف، هذا السقف، وهذا الجسر الموجود تحت السقف، الحديد ماله تحت حديد السقف. إذا يشيل حديد السقف، يعني يشيل حمل السقف. من يكون حديد السقف فوق حديد البيم، إذا حمل السقف راح يقع على البيم، والبيم راح ينقلها بدورة للأعمدة، والأعمدة تنقلها للأساسات، وأكيد من الأساسات راح ينتقل للتربة، وهكذا نكون نقلنا حمل البناية أو المنشأة مالتنا إلى التربة عن هذا الطريق. أوكي، مثلا عندنا المعماري ما وافق أنه ينزل بيم تحت السقف لأسباب معمارية. مثلا عندنا قاعة، عندنا غرفة استقبال كبيرة، يعني احنا نحتاج وضع بيم، لكن المعماري شاف انه نزول البيم تحت السقف راح يشوه السقف مالته، فرفض. طلب من الانشائي انه يشوف له غير درب، يشوف له غير طريقة، ما يقبل ينزل البيم تحت السقف. اوكي، ماكو عندنا اي اشكال. طبعا لازم دائما يكون اكو تنسيق بين المعماري وبين الانشائي، يعني المعماري هو يدور ديكورات، يدور جمالية، الإنشائي دورة شنو؟ إنه يلقي حلول بحيث تطلع النتيجة مثل ما رادها المعمار ومثل ما صورها، بس بأسلوب دقيق وصحيح. أوكي، فبهاي الحالة راح نضطر، إحنا نحتاج الجسر ما نقدر نلغي. بهاي الحالة راح نضطر إنه نقلب الجسر إلى فوق بهذا الشكل. راح يكون شكله فوق السقف مو تحت السقف، يعني الثيكنس مالته راح يطلع لي فوق ما ينزل لي تحت، لكن ماكو اي اختلاف عن البيم السابق. مثل ما تشوفون هنا موضحها، حديد السقف داخل البيم، ويعني الحديد مال البيم هو اللي شايل حديد السقف. اذا بهاي الحاله همينا عندنا هذا الجسر حتى لو كان مقلوب هو اللي دي يشيل حمل السقف مو العكس. يعني واحد الوهلة الأولى من يشوف يقول هذا البيم قاعد على السقف، لا هذا ما قاعد على السقف، السقف قاعد عليه، لأن الحديد للسقف موجود فوق الحديد للبيم. وهمينا هذا البيم راح يكون مرتكز على الأعمدة، وراح ينقل الحمل للأعمدة اللي هي راح تنقلها للأساس. إذا حال البيم العادي، هذا في حال كان وجوده إنشائي. إذا كان وجوده إنشائي فحال البيم العادي، لكن إذا كان وجوده مو إنشائي، هو يعني هنا عندنا ديشيل أحمر، لكن أحيانا إحنا نخلي هذا البيم المقلوب في أماكن، مثل ما هنا تشوفون هذا هو البيم المقلوب طبعا، نخليه بأماكن تحت الستارة آخر سقف، نخليه حول فتحة الدرج. طبعا أي فتحة عندك الأفضل إنه تخلي حولها البيم مقلوب، بس إذا كان لهذا السبب حول الفتحات أو تحت الستارة راح يكون مو بيم شايل أحمال، يعني راح يكون التسليح ماله والسمك ماله أقل من البيم الآخر. تمام، بالنسبة لصبة هذا البيم، شوفوا هنا هذا البيم طبعا مثل ما شفتوا بالصورة السابقة، هنا عندنا هذا السقف ومسلح كامل، وعندنا هذا البيم وهذا الخشب مع البيم بجهتين البيم. هنا دا يصب البيم ويا السقف، بدأ بالبيم دا يصبه، احتمال يكمله للأخير، احتمال ما يكمله قبل السقف، حتى لأن إيش قد راح يصب هنا راح يطلع من هنا، فهو ممكن يزيد أول طبقة، يخلي أول طبقة مالته جبل بحيث يطلع من هنا فينسد هذا الفراغ. ما تشوفون هذا الفراغ، هذا هو سمك الكور الخرساني اللي راح يبقى فوق السقف، فوق صبة السقف.
فهو ده يخلي الجبل هنا أو الكونكريت مالته أو الخرسانة، وهي ده تطلع من تحت، من هنا راح تطلع إلى أن هذا الفراغ كلها ينسد. بعدها يقدر يملي هذا الجسر المقلوب مالته، يا يعني إما يصب السقف كامل، يصب جزء من البيم الجزء التحتاني اللي جاي مع السقف، وبعدها بعد ثاني يوم ثالث يوم بعدها شوف قد كم يوم ممكن يكمل صب هذا الجسر المقلوب مالته، لكن بشرط انه ينتبه انه الصبة القديمة تكون نظيفة خالية من الأتربة، وثاني شيء يقوم يعني نسميه يخشن الصبة القديمة، يعني يخلي عليها مادة يعني تعمل على تلاصق الصبتين القديمة والجديدة، وأكيد راح يبقى القالب لحد ما الصبة الثانية تتماسك. يعني الزمن اللي راح نحسبه لفتح القالب بالنسبة للبيم المقلوب اللي مو مصبوب ويا السقف راح يكون من زمن الصبة الثانية. وأرجع أؤكد إنه التسليح بالنسبة للبيم يعتمد على هذا البيم شنو لازمته، يعني هو بيم شايل حمل، لو بيم لغرض يعني شوفوا هنا هذا الغرض منه شنو. هنا أعتقد هاي الجدران راح يكون فوق، طبعا كلها حسابات وكتابات، هاي ماكو شيء عشوائي يصير. هذا البيم هنا الغرض منه شنو، أو اللي حول الستارة أو اللي حول الفتحات، الغرض منه إنه حتى ما يصير شرخ هنا. هنا أنت إذا عندك جدار راح تيجي تبني بلوك أو طابوق فوق هاي الصبة، تمام؟ إذا راح يكون عندك مادتين مختلفتين، كل واحدة لها معامل تمدد مختلف عن الأخرى، فبهاي الحالة بعد مرور فترة هنا راح يصير شرخ تحت، فهذا الشرخ ممكن يسرب ماي، أي ماي موجود هنا وهذا السقف راح يسرب من تحت هذا الشرخ. فمنعا لحدوث أي شرخ يفضل استعمال هذا الوضع البيم المقلوب بهذه الأماكن حول الفتحات أو تحت الستارة، بحيث ما يصير شرخ عندنا هنا. هنا إذا بنينا طابوق أو بلوك فوق هذا البيم المقلوب راح يصير الشرخ عالي 100%، راح يصير شرخ إلا إذا كان يعني إغلاق الفتحات بين المادتين يكون هندسي وبصورة جيدة. فمنعا التسرب أي ماي أو أي شيء من هاي المنطقة يمكن وضع هذا البيم المقلوب، وبعدها يوضع الجدار فوقاته. طبعا كل البيمات أو أكثرها يكونوا تحت الجدران مثل ما تعرفون، ما عدا الفلات سلاب. الفلات سلاب يتوزع حمل الجدران على السقف ككل، فممكن تضع القاطع مالك بيا مكان تحب، لكن بالنسبة لباقي السقوف توضع البيمات تحت الجدران. وين عندنا جدار لازم يكون تحته بيم، وأكيد الصب يكون صب نظامي، يعني حالة حال أي صبة مثل ما تشوفون هنا دا يصب، هذا خرطوم الصب، وهذا الهزاز مالتنا، هذا هو الهزاز الفايبريشن مثل ما تشوفون. إذا الصب مالته نظامي حالة حال أي صبة، وهذا كل ما ردت بكم إياه عن الجسر المقلوب. إن شاء الله هاي المعلومات تفيدكم، وأشوفكم بفيديو قادم إن شاء الله.